لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، ووفقنا وإياكم لصالح الأعمال. نلتقي وإياكم في هذا الشهر المبارك الأغر على مائدة من موائد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتناول اليوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل، وذلك لأن المسلم مأمور باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، فلذلك ينبغي له أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأكل، ما هي أدابه، ما هي اختياراته في الأكل، وكم عدد أكلاته في النهار والليل، وما هو هديه في الأكل في رمضان. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل أنه كان يحرص على الأدب، الآداب في الأكل، ومن ذلك ما روي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكان هذا الحديث مصدرا من مصادر آداب الأكل، فقد جمع يعني أصولها، وأشار به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الآداب في الأكل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل ينبغي أن يكون للصغير وللكبير وفي كامل الحياة. فقال: يا غلام، والغلام يقال للولد اللي أقل من البلوغ، قال: يا غلام، سمي الله. فأول هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الله في الأكل بأن يقول بسم الله قبل الأكل، وهذا لأن المسلم يقصد بأكله الطاعة ويقصد به العبادة، وخصوصا ونحن في شهر رمضان ينبغي لنا أن نقصد بأكلنا الطاعة، وأن نتقوى بالفطور على قيام الليل، وبالسحور على العمل في النهار وعلى الكد والجد. سمي الله، قال: وكل بيمينك. هذا الهدي مفقود عندنا، خصوصا في كامل الحالات العامة، عامة الناس يعرفون الأكل باليمين، لكن قد لا ينضبط الإنسان بهذا، يأكل بهذه ويأكل بهذه. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن الإنسان يحرص على أن لا يأكل إلا بيمينه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يأكل بشماله. ها، وكل بيمينك وكل مما يليك، حتى الشراب، ويقاس على الأكل الشراب، فلا يشرب الإنسان إلا باليمين. وقد قيل لأحد الصالحين: رأى رجلا يأكل بشماله، فقال له: يا هذا، ألا تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل فتأكل بيمينك؟ فقال: إن يميني متسخة. فقال له: لأن تتوسخ يمينك، أو إن أن يتوسخ الإناء الذي تأكل فيه أو الذي تشرب فيه، خير من أن توسخ سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والهدي الثالث قال: وكل مما يليك، بمعنى أن الإنسان ينبغي له أن يحترم الجماعة إذا كان يأكل مع الناس، وكان هذا الأكل من الأكلات التي تتشابه في حالها، فينبغي له أن يأكل مما يليه، ولا يأكل لا في رأس القصعة ولا أمام الناس. وهذا الهدي يعلمه الصبي وهو صغير، لأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أصول آداب الأكل، ومن كذلك آداب الأكل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبغي من آداب الأكل أن يحترم الإنسان جلساءه، فإذا أكل فلا ينبغي له أن يقوم حتى يقضي إخوانه حاجتهم، معناه هو يشبع ما يخرج من الناس، لأنه قد يكون الذين كان معهم كانوا مزيد يكونوا يعني لم يشبعوا، فإذا قام هو يستحيون، فينبغي له أن يجلس على القصعة حتى يتم أقرانه وأصحابه الأكل. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على إتمام الأكل وعلى تنقية الإناء، وما نراه من فضلات ترمى في رمضان، خصوصا في شهر الفضيل شهر رمضان، فنرمي من فضلات الأكل ما يطعم أمما بأكملها، فكل واحد في النهار رايح يشري هذيك هذيك هذيك، كيجي الليل لا يأكل نصف ما جمع، وهذا أولا يقلل من أجر الصائم، لأنه يولي كأنه لما كان يشري كأنه راه يحلف في رمضان، يقول يجي المغرب ندير لك كذا، ولما يرمي هذا الأكل فهو يبذر. أولا فيه تبذير، وفيه تلويث للبيئة، وفيه مضيعة، وفيه من المضار ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وفيه إنكار النعمة في شهر الفضيل اللي هو شهر رمضان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يرمى الأكل ولا يبقى في الإناء،
وهذا هدي مفقود. تجد الناس معناه الإنسان يستحي يخلي شيء من ينقي الإناء، وإذا كان أطعمه عند أناس أو عزموه فهم لما يشوفوه كمل يقولوا له نزيدوك راك جيعان. فينبغي أن يكون هذا هدينا فعلنا في الأكل، أننا نتم الأكل ولا نضع من الأكل إلا ما نريد ما نحتاج. هذا يعني يحرص الإنسان على المقدار مقادير الأكل لا يكثر، كلم يكن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الأكل. وقد روي عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمكث الشهر والشهرين ولا يقعد في بيت أزواجه نار، وهذا يعني من تقليله أكل وحرصه على يعني الانضباط في الأكل. ونحن كما يعلمنا رمضان الانضباط في الأوقات والانضباط في كذلك يعلمنا الانضباط في الأكل، أن الإنسان لا ينبغي له أن يكثر الأكل خصوصا الأكل الذي يلهيه عن العبادة ويلهيه عن العبادة. نسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يوفقنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.